جمعت منظمة العفو الدولية مليون توقيع من أشخاص حول العالم على عريضة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في المنظمة إريكا روساس، قالت إن العالم يراقب بذعر وقوع المزيد من الخسائر وأرواح المدنيين في خضم عمليات القصف الإسرائيلية التي لا تنقطع والعمليات البرية المستمرة، وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي يعد وصمة عار في جبين الإنسانية في ظل أكثر من شهر من إراقة دماء المدنيين والدمار والمعاناة الإنسانية في غزة. هذا ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى وقف فوري وفعال لإطلاق النار لأغراض إنسانية وضمان وصول المساعدات بدون عوائق إلى المدنيين في غزة. أضاف أدهانوم أن منظمة الصحة العالمية وثقت منذ 7 أكتوبر وقوع أكثر من 250 هجوما على الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، لافتا إلى مقتل أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة في غزة. وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن نصف مستشفيات غزة وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية بها خارج نطاق الخدمة. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن إسرائيل تواجه حاليا ضغوطا متزايدة من حلفائها الغربيين لوضع حد لقتل المدنيين في قطاع غزة المحاصر، حيث أجبر قصفها وهجومها البري معظم المستشفيات على الإغلاق. وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على القمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، حيث دعا الزعماء العرب والمسلمون إلى كسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدة الإنسانية إلى القطاع على الفور.